مرسوم سلطاني رقم 98 على 2020 بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: يعدل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم 1 المرفق. المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وفقا للملحق رقم 2 المرفق. المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من مجلس البحث العلمي وأمانته العامة والمديرية العامة للتدريب المهني والمديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج في وزارة القوى العاملة. المادة الرابعة: ينقل إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار موظفو كل من مجلس البحث العلمي وأمانته العامة والمديرية العامة للتدريب المهني والمديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج في وزارة القوى العاملة بذات درجاتهم المالية. المادة الخامسة: تستبدل بعبارة رئيس مجلس البحث العلمي أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. المادة السادسة: يلغى مجلس البحث العلمي وأمانته العامة كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه. المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 28 من ذي الحجة سنة 1441 هجرية الموافق 18 من أغسطس سنة 2020 ميلادية. هيثم بن طارق سلطان عمان.